بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحب أفكر حضراتكم إن خلاص الأيام بتنتهي، أجمل أيام الدنيا، وإن بكرة يوم عرفة، يوم بيتغير فيه حال الأكوان كلها. ملائكة مستعدة علشان تنزل تشهد الحجيج وتشهد صيام الصائمين وذكر الذاكرين ودعاء الداعين. بكرة من أكتر الأيام اللي ربنا بيحبها، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. سيدنا رسول الله قال كده عليه الصلاة والسلام. بكرة يوم كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، ومن تعظيم ربنا إن احنا نعظم أيام الله سبحانه وتعالى. لو عايز أفكركم ببكرة، بكرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا في دعوات غالية عليا بدعيها لنفسي، عمال أفكر فيها واكتبها في ورقة علشان أحوشها لبكرة. بكرة يوم من الأيام اللي الله بيحب فيها أنه يسمع دعائنا، فإذا كان الله بيحب يسمع دعائنا دايما، فبكرة يوم مختلف عندك مع الله سبحانه وتعالى. فبكرة النهاردة بات وإنت بتحلم إنت هتدعي بإيه. مفيش حد فينا إلا وليه طلبات عند ربنا، طلبات في صحته، وطلبات في خطوات نفسه ان ربنا ييسر له فيها، اللي عايز يتجوز واللي عايز ربنا يوسع له في رزقه، طلبات في حل مشاكل اجتماعيه من ناس مزعلنا وهم غاليين علينا، او احنا مزعلينهم ومش عارفين نصالحهم، طلبات بهدايه العيال، وطلبات بهدايه الاباء والامهات، طلبات بهدايه النفس، ان انا نفسي في معصيه اقوى مني مسيطره عليا وبتخليني ابكي بسبب ان انا مش قادر اتغلب عليها. انا بكره عايز ادعي لنفسي ان ربنا يصلح حالي ويرزقني حسن الاخلاق. أنا أقول لكم أنا كاتب إيه ونفسي أدعي بإيه. نفسي أدعي بالقلب الرقيق والنفس الرحيمة. نفسي أدعي بصلاح حال مراتي وعيالي، وأن ربنا لا يريني فيهم مكروها. نفسي أدعي أن ربنا يقدرني أرضي أبويا وأمي أحياء وأموات. نفسي أن أنا أدعي بكرة أن ربنا يحميلي مشايخي ومعلميني ويقدرني أن أنا وفي بحقهم عليا زي ما علموني. هدعي بكرة بسعة الرزق وسداد الدين. هدعي بكرة إن ربنا سبحانه وتعالى ما يجعلنيش فتنة لحد أبدا، وإن دايما أكون عند حسن ظن الناس اللي متوقعة مني خير، ومتوقعة مني مساعدة، ومتوقعة مني حنان وعطاء. هدعي بكرة إن ربنا يسترها على بلادنا ويوسع في أرزاقنا وما يحوجناش لحد أبدا. هدعي بكرة إني أحج السنة اللي جاية وربنا يقدرني على كده. هدعي بكرة أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الخشوع في الصلاة عشان أطلع من الصلاة متغير، ما أطلعش من الصلاة زي أقل ما دخلت الصلاة، مش بس زي ما دخلت الصلاة، ساعات الواحد يطلع ضميره مأنبه لأنه ما استمتعش بالصلاة. هدعي بكرة أن ربنا يقدرني أن أنا أكون عندي صلة رحم لأن أنا مقصر، وربنا يقدرني أن أنا أكرم إخواتي زي ما بكرم الغريب، وأكرم حبايبي المقربين زي ما بكرم الغريب. هدعي بكرة أن ربنا يحفظ لي أصحابي اللي بيطلبوا معايا العلم، عشان دايما نكون عون مع بعض أن احنا نسلك طريق الله وطريق العلم وطريق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس بكرة المشايخ علمتنا وعلمائنا أن بكرة يوم مختلف في الدعاء، هذه أيام الرحمات، أنت بكرة بتقرب أكتر من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فهطلب من حضراتكم طلب، أنا مش هحط لكم جدول لأن كل واحد قادر على وضع جدول خاص بيه، لكن بكرة يوم اعتكاف، كان الصحابة زمانه على رأسهم ابن عباس بيعتكف، بيسموه العلماء التعريف بعرفة، يعني أعيش أجواء عرفة وأنا في بيتي أو أنا في المسجد. كانوا بيعتكفوا في اليوم ده ويشغلوا لسانهم بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده ذكر بكرة. والذكر الثاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يلا على سبحتك ميات زي ما علمنا المشايخ، يكون عندنا أوراد كل ما المية تخلص تكمل المية الثانية. وكل بعد كل صلاة ارفع ايديك لربنا بخشوع أو بغير خشوع على قد ما تقدر، انت عليك الفعل والإحساس من الله سبحانه وتعالى، عليك تقعد على سجادة الصلاة بتاعتك وتقول يا رب، وتطلب من ربنا أن يرزقك الإقبال والإحساس والخشوع. فأنت افعل ما عليك وانتظر عطايا ربنا سبحانه وتعالى. البنات اللي مش هتقدر تصوم بكرة لأن هي عندها عذر شهري في الحيض، أنا بقول لهم ربنا يتقبل ثواب الصيام. لو لم يكن عندكم هذا الظرف كنت صمتم. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف حال المريض
أن الله عز وجل يقول للملائكة اكتبوا عمل عبدي صحيحا مقيما، يعني كأنه صحيح ما عندوش ظرف وكأنه مقيم مش مسافر، لأن الشخص المريض أو اللي مسافر ساعات عباداته بتتغير من قصر الصلاة أو الإفطار. فربنا سينظر لكم غدا كل بنت مش قادرة تصوم بسبب الحيض ويقول لها ربنا يتقبل، ويقال لها بإذن الله ربنا يتقبل منك لأنك لو كنت قادرة تصومي كنت صمتي. نفس الكلام ده على أهلنا المرضى اللي وجب عليهم ياخدوا دواء في وقت معين أثناء الصيام، الذي طلب منك الصيام في عرفة هو الذي أمرك أنك تاخد الدواء، فخد الدواء ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتاخد ثواب الصيام إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. بعد الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا رب ائذن لنا بعبادتك غدا، اللهم ائذن لنا بعبادتك غدا يا رب. يا رب اسمح لنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعلنا مصدومين في أنفسنا غدا، اللهم اجعلنا يا رب العالمين كما نتوقع مقبلين عليك غدا يا رب. نتوقع منك أن تفيض علينا يا رب بالإقبال والخشوع غدا يا رب. نعوذ بك من الملل غدا في العبادة بين يديك، ونعوذ بك غدا من قلب لا يشتاق إليك، ونعوذ بك غدا من عين جامدة لا تدمع حنينا بين يديك. يا رب اسمح لنا يا رب بكرة نكون خاشعين خاضعين بين إيديك، وأذن يا رب للي يقدر يصوم أن يصوم، وأعطي الأجر لمن لا يستطيع فأنت على ذلك قدير، أعطيه الأجر بالنية يا رب. يا رب أنت على ذلك قدير، يا رب أعنا أن احنا نكون جنبك بكرة يا رب، أعنا على إكرام المحتاج بكرة يا رب، أعنا على رحمة أبونا وأبائنا وأمهاتنا وعيالنا وزوجاتنا، أعنا على ذلك يا رب. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على هذه الأيام فبيقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بكرة يوم الحق والعدل والرحمة. وأنا لما أقول لحضراتكم بكرة مش بقول بكرة عشان يبقى بكرة وينتهي، أنا بقول بكرة بنية تكون بداية عهد جديد وصلح مع الله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وبفكر كل واحد متردد، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. مبروك مبروك، ربنا يتقبل من الجميع. خد النية كده وربنا يقدرنا ويرضينا. نفسي بكرة ربنا يرضينا في نفسنا، نفسي الواحد يطلع بكرة كده وهو حاسس إنه هو خد خطوة لربنا وربنا جبر بخاطرنا إنه قربنا منه. ما تحرمناش يا رب أبدا يا مولى الموالي ويا سيد العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.